جوه ميدان التحرير عشنا قصص وحكايات كانت فيها مؤثرة جدا وأثرت فينا. أنا قررت أخدها وأعمل منها مسرحية من الميدان. مخلي بالظلم حطيت ايديها في كل حتة داخل مصر، حاكم سرقنا نهبنا قتلنا ده كله مصر حصر. لصوت الحق هو المكتوم وصاحب الحق هو المظلوم، المتعذب جوه السجون لسه ده الفساد اللي بيعه، وصوت الحق هو المحدود. ده انا الشهيد ابن الارض المصرية اللي ضحى بكل حياته ضد الدكتاتورية، كان نفسه يحس بأي جزء من الحرية. عدمية من سيا حرية من فيا، فامتى هيجي اليوم اللي نقف فيه ضد تيار المية؟ ده كل شيء بان تعذيب جوه اللسام، فنزلت الميدان عشان اثبت اني انسان، لان كرامة كل مصر هي كرامتي كمان. رافع علم بلادي وبصوت الحق بنادي، برصاصة من ابن بلدي خسرت بيها حياتي. ده انا الشهيد ولا يجانا هيفضل مرفوع علم بلادي. مسرحية من الميدان، مسرحية من الميدان. أم ملهاش غير ابن واحد جوزها من زمان مات، ابنها شايل حمل تقيل بس مكرر السجاد، عايش وسط بلده بس حاسب الاستعباد. نزل الابن الميدان عشان يقف ضد الفساد. الأم قلبها انقبض فجأة مبقتش حاسة بالأمان، قامت جريت بسرعة وراحت للميدان من كتر الزحام. الأم مش شايفاه، سمعت ضرب نار وصوت ابنها بيقول آه. جريت عليه بسرعة وضمته في حضنها، تندح عليه وبتصرخ ودموعها مغرقاه، ومش هيرد عليها لأنه انتهى. برصاصة بالاحساس فرقت ام علي ابنها، ضربت رصاصة تانية حس بيها وبألمها، جات الرصاصة في الام فماتت جنب ابنها. الرصاصة زي ما فرقهم جمعهم مرة تانية، بس عند رب الكون ده الشهيد مكانه جنية. المشهد الاخير من جوه المسرحية، بطل الحرب العظيم اصبح شخصية ثانوية، والشعب المصري هو اللي طبق الحرية. انا فخور اني كنت واحد من الثورة المصرية، شباب من مصر ماتوا عشان قالوا كلمة الحق. من النهاردة الحق يسود والظلم هنقول له لا.